انضم الينا من وادي حنيفه حول مشروع المسار الرياضي مراسل العربيه هاني صفيان. هاني مرحبا بك، معلومات اكثر حول هذا المسار، حول موقع وادي حنيفه ايضا ضمن هذا المشروع. طبعا قبل ان اتحدث لك زميلي خالد عن المسار الرياضي والذي خصص له ثلاث مسارات، وادي حنيفه وكذلك باتجاه وادي السلي شرقا، وايضا بيفصل بينهما طريق الامير محمد بن سلمان. ساتحدث عن الوادي حنيفه وكذلك وادي السلي، وتحدث ايضا عن طريق الامير محمد بن سلمان. هذه هي تقريبا نصف الطريق او نصف الوادي لوادي حنيفه. وادي حنيفه ووادي السلي في عام 2010 عندما كان الملك سلمان أميرا الرياض آنذاك قام بافتتاح مشروع تطوير لوادي حنيفة وكذلك وادي السلي من خلال نزع الملكيات وكذلك تطوير هذا الوادي الذي أصبح الآن صديقا للبيئة. طبعا يعتبر وادي حنيفة الذي نتواجد فيه الآن هو من أكبر الأودية وأطولها في السعودية. طول الوادي فقط قرابة 80 كيلومترا، يبدأ من شمال طريق الملك سلمان وينحدر جنوبا إلى منطقة الحائر. أيضا وادي السلي لا يختلف كثيرا عن المنظر الذي نشاهده من خلال عملية التطوير التي حدثت في عام 2010 من خلال تطوير الطرق. هناك ساحات مخصصة للعوائل، هناك مساحات أيضا مخصصة للدراجين، يعني معي الآن بعض الدراجين الذين يمارسون هوايتهم في هذه المنطقة. أول شيء خلنا نتعرف على اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم، معك مؤسس مجموعة الدراجة السعودية عبد الله وثنان. يعني نقطعنا إليكم معليش الرحلة مع الشباب، ولكن نشوفكم تزاولون هوايتكم من قيادة الدراجة في المساحة البسيطة هذه. طبعا سمعت عن المسار الرياضي الذي سوف نفذه السعودية. نعم. ماذا أهمية هذا المسار بالنسبة لكم أنتم خاصة كدراجين، وأن أحد المسارات أو أحد الممرات أو أحد أركان المشروع سوف يكون ممر خاص للدراجة؟ نعم، بهذه المناسبة أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على هذه المبادرة وعلى هذه المشاريع الأربعة الضخمة اللي بإذن الله سوف تنقل العاصمة الرياض عاصمة حيوية، عاصمة ذات طابع جودة في 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 الرياضة في الصحة. بإذن الله أن تصف المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة بإذن الله. طيب ما قلت لي عن أهميتكم بالنسبة لي، يعني كيف كنتوا الآن تقودون دراجاتكم في المساحات الضيقة هذه؟ يعني نعم. لو تكلمنا عن هذا المسار اللي خصص تقريبا حول 600 متر بعد المزارع، نتكلم عن 135 كيلو متر. لا الحمد لله الآن المشروع بإذن الله تقريبا هي ثلاث مشاريع، المشروع الأول هو مشروع 135 متر للمحترفين، والمشروع الثاني 85 متر للهواة كيلو متر للهواة، والمشروع الثالث 40 كيلو متر للدرجات الجبلية. حاليا احنا نمارس حسب الطبيعة حسب المتاح عندنا في الدرعية بعض المناطق المملكة على 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 بعض الشواطئ، الأماكن مثل ما تفضلت ضيقة، أيضا ما فيها ثقافة استخدام الدراجة من قبل قائدي المركبات بعضهم. الآن بإذن الله بجاد هذه المسارات بتكون طرق آمنة بطرق مهيئة، بإذن الله بيساعد على نشر هذه الثقافة، بيرتفع عدد ممارسي الرياضة تزامنا مع الرؤية السعودية 2030 إلى 40%، أيضا جودة الحياة بإذن الله بترتفع، أيضا بيكون بإذن الله نمط حياتي متوازن باستخدام الرياضة سواء مشي أو دراجة. طب أنتم تعتبرون من الدراجين المحترفين أو الهواة؟ طبعا مجموعة دراجة السعودية وأيضا في مجموعات، تقريبا عدد المجموعات أكثر من 85 مجموعة على مستوى المملكة الله يعطيهم العافية. في مجموعة للمحترفين، في مجموعة للهواة، في مجموعة للمبتدئين، جميع شرائح المجتمع. الدراجة والرياضة ما تعرف عمر معين أو شريحة معينة. نعم طبعا هذا كان حديث عبد الله الوثلان احد الدراجين المحترفين هنا في السعوديه، وهذا كان هو المنظر العام للوضع الحالي لوادي الحنيفه، وكذلك تقريبا الصوره مشابهه هناك في وادي السلي. سوف يتغير الامر كله من خلال المسار الرياضي والتطوير الذي سوف يحدث في خلال المشروع. شكرا جزيلا لك هاني صفيان مراسل العربيه من وادي حنيفه في حول مشروع مسار الرياضي.